أنا ما زال معنا الدكتور علي الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية. دكتور، كنت تتحدث عن هذا اللقاء الذي دار هذا اليوم، يعني ما الجديد أيضا؟ ما الذي تريد أن تضيفه؟ يعني الجديد اللي قلنا انه فعلا هناك اراده قويه، الظروف في الكويت والظروف في العراق على ضوء هذه الاراده بين الطرفين يمكن استثمارها من اجل ان ننتهي من هذه المشاكل. هذه المشاكل الان 10 سنوات بعد سقوط النظام لا زالت تثقل علينا وعلى الاخوه في الكويت، ولا تزال في مناسبه واخرى تثار قضايا لا تفيد العلاقة بين البلدين وبين الشعبين. لا بد أن ننتهي منها. نحن لا نتحمل وزرة وجريرة صدام الذي دمرنا ودمر الكويت. الأخوة في الكويت أيضا يجب أن يعلموا أنه ما يمكن العراق يدفع مرتين، شعب العراق يدفع الثمن مرتين، مرة بسبب جرأة وجريرة صدام، ثانيا ندفع ما مخلفاتها لحد الآن، وأكثر من 30 مليار الآن ندفع من قوة الشعب العراقي. هناك رؤية، هناك مقاربة عند الأخوة في الكويت أن يتقدموا بها للجانب العراقي. نعم. بخطوة تحسب للعلاقة بين البلدين، وأتصور أن الشعب العراقي يثمنها. هناك موضوع ميناء مبارك وموضوع الحدود والعلائم والحدود المائية، هذه كلها تثقل علينا وتلقي بظلال على تطور العلاقة بين البلدين. المستقبل أكثر بكثير من مخلفات الماضي. هناك هذه الرؤية الآن لمسناها عند الجانب الكويتي، ولذلك الجانب العراقي يقابل هذه الخطوة بخطوتين. نعم. من أجل أن ننتهي. العراق لا يريد أن يبقي هذه الملفات. طيب. عالقة وتستنزف جهده وتستنزف علاقاته في العلاقات الإقليمية. طيب دكتور، لابد أن يستثمر هذه الأجواء، وأتصور أن الآن اللجنة المشتركة الموسعة المعقودة الآن، ونأمل أن تنتهي. ثم يصار إلى مؤتمر صحفي لعرض نتائج ما توصلت. طيب. إليه، وهي لحد الآن الحقيقة نتائج إيجابية جدا ونتائج مشجعة، ونحن متفائلون جدا من الصراحة. طيب دكتور، لو سمحت لي، يعني الجانب العراقي حتى لا يدركنا الوقت سيصل إلى اتفاق. نعم، يعني المتتبع جيد للأحداث ومسر الأحداث التي جرت، يعني تسارعت الأحداث والحمد لله وشكر، يعني أزيلت كثير من العقبات. يعني السؤال الذي يطرح الآن، هل هناك قضايا عالقة ما زالت بين الجانبين تحتاج إلى اجتماعات أخرى مثلا لتذليلها؟ نعم، بالتأكيد، لأن ملفات، تعرف، ملفات معقدة. يعني على سبيل المثال الخطوط الجوية، طلبنا أنه يتم إيقاف الإجراءات، تأجيل كل الإجراءات، إجراءات الحجوزات المقامة على الخطوط الجوية العراقية وممتلكات وزارة وحتى ممتلكات الحكومة العراقية. هذا يجب أن تؤجل، وريثما تتم التسوية ويدفع العراق المبلغ المتفق عليه حتى تتنازل الكويت عن كل الدعاوى. موضوع مثلا تثبيت العلائم الحدودية، العراق دفع المبلغ والآن الشركة ستبدأ أعمالها وتثبت العلامات بالنسبة مثلا أمن الحدود تحتاج إلى لقاءات مشتركة بين الجانبين. وفود أمنية يجب أن تلتقي من أجل أن توفر حماية لأمن البلدين. موضوع مثلا الحدود البحرية. نعم. والخط الملاحي المشترك، نحن لدينا حقوق في المياه الإقليمية الكويتية، هذه نقطة مهمة. نعم. المياه الإقليمية الكويتية حسب قرار الأمم المتحدة العراق له حق المرور البريء، هذا يجب أن يكون هناك إدارة وتنسيق مشترك لهذا الخط الملاحي، لأن الوحيد منفذنا إحنا على الخليج إلى أم قصر هو هذا الخط الملاحي، وبالتالي فيجب أن يكون هناك إدارة وتنسيق مشترك فيما بيننا وبين الكويت، وهذه كلها تحتاج إلى متابعات. من الآن لغاية أن تتم زيارة رئيس مجلس الوزراء الكويتي للمباركة الاتفاق النهائي، هذه اللجان المشتركة ستعقد اجتماعات دورية فيما بينهم في البلدين. نعم. من أجل أن ننتهي ونضع الخطوط النهائية للتوقيع على اتفاق سيكون تاريخيا بين العراق والكويت، لننتهي من كل الماضي ونبدأ مرحلة جديدة. وأتصور الآن حتى الجانب الكويتي الذي كان أحيانا يعترض، بعض الجهات تعترض على أي تسوية مع الجانب العراقي، تدرك تماما بأن الحلول هي أفضل من أن نبقي المشاكل حية فيما بيننا وتؤثر على العلاقة وتؤثر على كل تطور في العلاقة فيما بين البلدين والشعبين. نعم، شكرا جزيلا دكتور علي الدباغ الناطق باسم الحكومة.